السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدريب. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي لمحافظة الجيزة العام الدراسي 2023 الترم الأول. يلا مع بعض. السؤال الأول هو معانا، كل رقم واحد عبارة عن قائمة عناصر تنسدل لاختيار إحداها. طالما قال لي تنسدل يبقى الكومبو بوكس أو قائمة العناصر، القائمة المنسدلة. يوفر المكتبات التي منها يتم إنشاء الكائنات، ده الدوت نت فريم ورك. يعرض به قائمة بمجلدات وملفات المشروع اللي هو السوليوشن اكسبلورر، هي نافذة كتابة الأوامر، نافذة الكود، أحد الأساليب المستخدمة في حل مشكلات الألجوريزم أو الخوارزمية. السؤال الثاني، تستخدم الخاصية نيم في إظهار نص معين في شريط العنوان. طبعا النيم النص بيكون داخل نافذة الكود، لكن اللي على شريط العنوان ديت التكست، يبقى دي غلط. يمكن ضبط خصائص أداة التحكم من خلال صندوق الأدوات. طب دي خصائص وده صندوق أدوات، هو مش ينفع طبعا. صندوق الأدوات فيه أدوات، لكن الخصائص من خلال مربع الخصائص أو نافذة الكود. الخاصية شيكت توضح إذا ما كان زر الاختيار بديل واحد تم اختياره أم لا، يعني هي اللي بتقول لي أنت اخترت ذكر أو أنثى أو ما اخترتش أو كلام من ده، يبقى ده صح. الخاصية ويندوز ستيت يظهر أثر ضبطها لنافذة النموذج فون في نمط التشغيل فقط، طبعا صح. لفتح نافذة الكود يتم الضغط على F9، طبعا هو F7، يبقى هنا ايه غلط. السؤال التالت، من خلال دراستك لخريطة التدفق، هنا الخريطة حلوة خالص لذيذة، بيقول لي درجة الحصول على درجة الحرارة، وهو عامل هنا درجة الحرارة حاطط لها الرمز دي وكاتب في راحة درجة الحرارة، ثم طباعة أكبر أو أقل من الصفر. خلي بالك من حاجة، هنا مش دي الخريطة اللي عندك اللي هي بتقول لي أكبر من أو أقل أو يساوي، وبالتالي هنا بيقول لك يا أكبر يا أقل بس. وحتى الخطوات هنا بيقول لي البداية أدخل إذا كان اطبع، الخطوات هنا مرتبة. هنبدأ أدي الخطوات، أدي بداية طبعا هتبقى ستارت، ما ينفعش نكتب عربي ستارت، وبعدين بيقول لي أدخل الدي، يبقى هنرسم رمز المتوازي، وأدخل هنكتب ريد انتر جيت انبوت أي حاجة، أكتب ريد مثلا ريد دي، وبعدين بيقول لي إذا كان، يبقى على طول السؤال أو التفرع، هقول له إذ الدي أقل من زيرو، بيقول لي اطبع تحت الصفر. ايوه، ما هو دي بيطلع منها حاجتين، يا بيطلع يا يس او ترو او نو اللي هي فولس، طلع من هنا من هنا اي حته. طيب يس مين فيهم ونو مين فيهم؟ اللي بيجي بعد اتخاذ القرار بعد السؤال على طول هو اليس، واللي بعديه غير ذلك ده اللي هو العكس النو. يبقى هنا بيقول لي اطبع، يبقى هنعمل على طول رمز المتوازي واقول له في اوتبوت يا اما برنت، واعمل بين علامتين تنصيص لان هنا نص او كلام، وهكتب تحت الصفر زي ما هو كاتب في الرسالة. طب لو نوه غير ذلك، فوق الصفر، مش هقول له فوق بقى ولا لا، هي نفس الرسالة اللي نكتبها، يبقى برنت وبين علامتين تنصيص فوق الصفر، تمام. طيب انزل اللي هي النهاية، طب انزل من ناحية اي حتة فيهم يعجبك انت، بس اوعى تنسى ان الفرع التاني لازم ينقفل هو الاخر ايا كان، اعمل كده وكده. السؤال اللي بعديه الرابع، أعد كتابة العبارة الآتية بعد تصويب الخطأ. الخاصية فور كلر تحدد لون الخلفية لزر، هو عاوز الخلفية الفور كلر دول للأمان، وبالتالي هتبقى الإيه الباك كلر. وظيفة الكود بوتن 2 دوت تكست بيساوي إند، إنهاء البرنامج طبعا إكزت بس الإنهاء. طب أمال هو عاوز باقي الإنهاء دي تبقى إيه؟ دي إظهار كلمة end على أداة البوتون 2 أو الزر 2، إظهار التكست ديت يعني إظهار نص، إظهار كلمة اللي هو النص يعني اللي هي كلمة إيه end على مين؟ على البوتون 2 بس، خلاص كده. أداة ممكن تستخدم في إحتواء، طالما قال لي إحتواء تنظيم تجميع يبقى طبعا مش الليست، أمال إيه؟ هتبقى لجروب بوكس، جروب بوكس طبعا من الأسئلة الموجودة في أغلب الامتحانات دي برضه. الخاصية نقط تتحكم في إصغار وإخفاء صندوق التحكم في نافذة النموذج، دي طبعا الكنترول بوكس، كنترول بوكس، تمام. أتمنى إذا عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالإعجاب والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، وما تنساش موجود على القناة قائمة تشغيل فيها شرح كامل للترم الأول والترم الثاني للحاسب الآلي السنة الثالثة وامتحانات المحافظات السابقة للترمين. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.